دورتموند هوردة، وهي ضواحي مدينة دورتموند. عدد سكانها 57,000 نسمة. أنا موجود في منطقة الفونكس زيه. المكان ده ما بيعيش فيه غير بس الأغنياء، بسبب البيوت الجميلة اللي انتوا شايفينها ديت، والمطلة على البحيرة الصناعية وسط الطبيعة، وديت اللي مخلي البيوت هنا غالية جدا. وغير ان المكان ده بيجيله الآلاف من السياح شهرين علشان خاطر يزوروه. فالنهاردة أنا قررت أنزل أستكشف المكان الجميل ده وأوريهولكم كمان. طبعا مدينة هوردة بتبعد عني بالأوتوبيس حوالي تلت ساعة، بالقطر بتاخد لها حوالي 10 دقايق لربع ساعة. فأنا دلوقتي في محطة الأوتوبيسات، طبعا الحركة فيها قليلة جدا عشان خاطر النهاردة الحد، فبيجوا مثلا أوتوبيسين بس في الساعة بدل من 3. حلو في الموضوع عزيزي المشاهد، تشوفوا المحطة بتكون عاملة ازاي من جوه بتاعة الأوتوبيس. طبعا مش كل المحطات، ولكنها بتكون المحطة الرئيسية بس بالمنظر ده. يعني شكلها حلو جدا التصاميم بتاعتها، ولكن للاسف شويه يعني مش نظيفه، بسبب ان الناس هنا يعني ترمي مخلفاتها في الارض بدل ما ترميها هنا في المخلفات. فالاوتوبيس بتاعي هيجي في خلال 20 دقيقه، ولازم استنى هنا وربنا يستر بقى ما يمطرش، لان امبارح الجو فضل يمطر طول اليوم ما بطرش نهائيا، ومكانش في اي الواحد عارف يخرج ولا عارف يروح اي مكان. فالجو مغيم بالمنظر ده، واصلا الجو صيف، لكن المطر الصيفي لما بيمطر بيديها بكميه كبيره جدا هنا في المانيا. لاحظ ان مفيش اي حد في الاوتوبيس غير انا الوحيد اللي طالع على مدينه هوردة، عشان النهارده اجازه وكده، فكل واحد فضل ان هو في البيت. نحكي ان الحلو في الموضوع، شوف الازاز عامل ازاي، تقدر تشوف كل الفيو، يعدي من على اماكن طبيعيه جميله جدا. طبعا سعر التذكره هنا لو انت بتتحرك بالاوتوبيس تروح على مدينه زي هوردة كده بربع ساعه بعيده عني، تدفع لها حوالي 5 يورو. والاوتوبيس اتحرك دلوقتي، شوف مفيش اي حد موجود فيه خالص. طبعا هو مش مستنى ان يعبيه بقى على الاخر وبعدين يمشي والناس كده تبقى زحمه كتير جدا، لا هو بيمشي بالوقت وبيوصل بالوقت. يعني الاوتوبيسات هنا بيحصل فيها احيانا تاخيرات بسبب الازدحام، ولكن يوم الاحد بالذات بيوصل بالوقت. وصلنا حالا دلوقتي، طبعا احنا دلوقتي متجهين على المكان التي يعيش فيه فقط الاغنياء، بعيد عن محطة الاوتوبيس بحوالي 10 دقايق على رجلي. في ممكن تاخد سكوتر من هنا، ولكن افضل ان نمشي في المدينة شوية لحد ما نوصل هناك ونستكشف برضو المدينة، لان النهاردة لحد للأسف برضو مفيش فعاليات ولا نشاطات، فكل حاجة قافلة، وتحس ان المدينة حرفيا ميتة، ممكن تصور فيها فيلم زومبي من غير ما تستدعى اي حد يأمن لك الطريق علشان خاطر يمنع الناس من الدخول مكان التصوير اللوكيشن. يعني تخيل لما تشتغل هنا الست ايام مثلا في الاسبوع معهم من الاثنين لحد السبت شغل، وتيجي تنزل هنا لحد عشان خاطر تشتري اي حاجه ولا تتمشى في المدينه تلاقي كل حاجه قافله. يعني حتى يوم اجازتك مش هتعرف تستمتع بيه نهائيا. هي كل الناس ديت رايحه لقدام عشان خاطر تتمشى على البحيره هناك. معظم الكافيهات اللي موجوده هنا من جنسيات كتير جدا مختلفه، قليل من الالمان، معظمهم مثلا يونانيين على ايطاليين، يبيعوا حاجات كتير جدا. وعندك برضو اخواتنا الصينيين تلاقيهم في كل مكان. حرفيا الدخله لوحدها عزيزي المشاهد على المكان ده يخلي الواحد جدا مبسوط. لا للاكتئاب في هذا المكان الجميل. كل الفيلا اللي موجودة ديت هندخلها دلوقتي ونتكلم عنها. وفي برضو هناك بعض الشركات، الناس اللي بتعمل هنا ماركتينج، شركات بتاعت فازيشرونج اللي بتاعت التأمين، عربيات، تأمين بيوت، فيلا، كل حاجة. وهنا برضو هتلاقوا على الجنب هنا كافيهات ومطاعم كتير جدا برضو مختلفة، وآيس كريم ده رقم واحد، لأن بالصيف المكان ده عم يكون الجو حر مثلا بيكون في زحمة بطريقة رهيبة ومتلاقيش مكان تتمشى فيه. دلوقتي عشان خاطر بس في غيام والجو يبدأ يمطر، ففئة قليلة بتمشي في المكان ده. إنما لما الشمس تطلع دلوقتي ويضمنوا إن الجو ممكن ما يمطرش، فهتلاقي المكان ده مليان من البشرية. وديت برضو أحد أهم الحاجات اللي موجودة هنا برضو في المدينة، ناشرين عليها بعض الصور هنا اللي حصل في الحرب العالمية الثانية اللي ضرت هنا بالمدينة. زي ما انتم شايفين كانت معظم البيوت واقعة ومتدمرة حرفيا،
دي صور مع احد الجنود مع الحصينة دي. ده طبعا كان حاجة كده بيقولوا عليها كامب هنا، زي ملجأ كده كانوا يناموا فيه الجنود. هنا برضو احد الكنابل اللي بيعصروا عليها. عايز اقول لكم ان لحد دلوقتي هنا في المانيا مازال بيدوروا على مخلفات الحرب العالمية الثانية. لما يلاقوا قنبلة مثلا في اي مكان لازم يحذروا هما بيطلعوها عشان خاطر ما تتفجرش. نيجي نقرب شوية هنا، شوف المنظر عامل ازاي، حرفيا خرافي. غير كمان ان في ناس هنا بتأجر مراكب وبتيجي تتمشى هنا بالماركيات بتاعتهم بالساعة، وفي ناس برضو تمتلك هنا مراكب بتكون خاصة ليها. البحيرة يعني صغيرة مش كبيرة قوي وهي صناعية. شوف حتى هنا البط بيسيبوه كده يكبر ما شاء الله، وممنوع انك تعطيه اكل. لو شافوك بتاكلوه بيجي عليك الامن على طول، لان بيعتبروا كده انك بتحاول تاذيه، وممنوع برضه تديه اكل. هو بياكل كده لوحده من الطبيعه ومن البحيره برضه بيشرب منها. احنا هنمشي المسافه ديت كده، نلف كده لحد ما ندخل جوه الفيلا ديت كلها ونستكشف الاماكن من جوه بتكون عامله ازاي. الصراحه المكان هنا جميل جدا للاسترخاء، تيجي انت واصحابك تقعد تشوف الاماكن الجميله ديت. يعني هو بس مش عايش فيه فقط بس الاغنياء، لا، انت ممكن تيجي تقضي في وقتك هنا، تتمشى حوالين البحيره الجميله جدا، ولكن محدش مضطر انه يروح هناك وسط الفلل ويتفرج مين اللي عايش هناك. لا، هم لهم كده ليميتد معين بيتمشوا فيه، يقعدوا هنا في الحدائق، مش محتاجين ان يبعدوا عن اكتر من كده. الاحجار ديت على فكره حاطينها للاطفال، ليه بقى؟ عشان خاطر يقفوا عليها بيعدوا منها لهناك، زي مجرد لعبة كده، ولكن لعبة ممتعة. ولو انت ماخدتش بالك وانت بتنط على الحجر هتضرب لك سوبليكس تقع هنا في البحيرة. الحلو بقى في المكان ده، رغم ان موجود فيه طبيعة واماكن تمشي فيها وتقدر تأدي فيه وقتك، والبحيرة الصناعية وحاجات كتير جدا حلوة فيه، ان مش الدخول بتاعه مش برسوم، مفيش بوابة مثلا تقول لك رايح فين وجاي منين ولازم تقطع تذكرة وليك وقت معين تقعد على البحيرة ديت، لا، ولا بتدفع رسوم ولا بتدفع أي حاجة، وليك الحق إنك تدخل المكان ده في كل وقت ومفيش بوابة تمنعك من الدخول. وتيجي مثلا لحد الساعة 6 المغرب يقول لك يلا اطلع. الاستغلال ده مش موجود هنا خالص في ألمانيا، العكس، بيحبوا يعني أنت شخص هنا بتدفع ضرائب، ولكن بتلاقي حاجات كتير جدا متوفرة لك هنا، حدائق عامة موجودة في كل مكان، بحيرات تقدر تروح على الشاطئ، البحر، حتى تدخل البحر ببلاش مش بفلوس. فالأماكن ديت حاجة جميلة جدا تشجع المواطن إن يجي يقعد فيها، إن يسترخى فيها، يقضي وقته وسط جمال الطبيعة الخلابة ديت اللي موجودة في كل مكان. ولكن المراكب هنا بتتأجر، يعني ممكن الساعة بتكون بحوالي 18 يورو بتاخدها انت وشخص، مركب بدون موتور زي ما انا قلت كده. هوريها لكم دلوقتي بعد ما ناخد اللفة ما بين الفيلل ديت كلها، ونشوف الجمال بتاعها بيكون عامل ازاي، والنظافة حوالين الفيلل برضو بتكون عاملة ازاي. الطريق ده طبعا للعجل بس، مش اي حد بيمشي على رجله غير انا، وطبعا ده خطأ كبير. بحاول ادخل هنا مش عارف، لان النباتات اللي موجودة هنا لو لمست رجل اي حد بيفضل يهرش فيها، والصراحة يعني بتضايقني جدا. ففي مكان هناك اهو هنعدي منه دلوقتي، ده مكان مخصوص للعجل، يعني لو اي حد ماشي بالعجلة وشافك ماشي على رجلك هيفضل بقى يزمر لك وكده. طبعا دول هيطلعوا من هنا كده عشان خاطر يخرجوا من المكان ده، وانا لازم احود من هنا عشان خاطر محدش يقعد يزمر. اهم طالعين هيمشوا خلاص. ده المكان اللي انا ماشي فيه دلوقتي بيكون المشي على الرجل، ما ينفعش حد يمشي بعجله فيه، بتوع العجل هناك، وهنا المشي على الرجل، تجري بقى تمشي مشي اوكي، انما تمشيش مشي هناك عشان خاطر انت كده بتعطلهم بالمشي بالعجله وبترخم عليهم. دي خريطه هنا عاملينها بتوصف لك الكافيهات والاماكن اللي فيها ترفيه اللي موجوده في البحيره هنا بالصور، طبعا بالكلام برضو بيكون مكتوب هنا تروح فين وتتجه فين، محطات القطر هنا كمان والباص. فالخريطه ديت الكل بيجي منها عشان خاطر يفهم المعلومات اللي موجوده في المكان اللي احنا موجودين فيه. اهلا بيكم في ارقى واهدى واغنى مكان موجود في مدينه دورتموند، واللي بيعيش فيه بس الاغنياء. شوفوا هنا طبعا خلاص دخلنا وسط الفلل،
شوف المكان قد ايه هادي وراقي. كل فيلا من دول هتلاقي واقف طبعا قدامها عربيات كتير جدا مختلفة وكمان في نفس الوقت حديثة. طبعا بقى معظم الناس اللي عايشين في الفيلا ديت هم لاعيبة بروسيا دورتموند، وغير ان اغنياء كتير جدا موجودين في مدينة دورتموند مالكين فيلا هنا. وعلشان تأجر فيلا من هنا اقل حاجة في الليلة بتعدي الالف يورو علشان خاطر بس تاخد فيلا تطل على منظر الجميل اللي انتوا شايفينه ده، البحيرة والفيلا اللي قدامها والطبيعة والجمال. فعلشان تأجر ليلة بس في الفيلا ديت بشغل يمكن أقل من شهر. وطول ما انتوا كمان ماشيين في المكان قمة الهدوء خلاص مفيش دوشة، فالكل بيحب يعيش هنا عشان خاطر الإطلالة اللي انتوا كنتوا شايفينها من شوية. مكان هادي جدا مفيش فيه أي حركة خالص، يعني لو لقيت بتاع 2 3 4 ماشيين من هنا 100% عشان نازلين البحيرة. حتى هنا نظام الفلل اشكالهم والديزاين بتاعها مختلف جدا من بره، شكلهم برضو حلو. ده طبعا معمولة من الخشب، طريقة حلوة جدا الصراحة. شوف هنا معظمها حديد متقفلة كويس ومتأمنة، عجبتني جدا الفيلا ديت. ف حفاني المكان ده حلو، ولكن مش حلو انك تيجي تمشي فيه، الافضل انك تنزل تمشي في البحيرة مش وسط المباني ديت، لان ما فيهاش حاجه بس غير انك تخش تتمشى فيها تتفرج على المباني بتاعتهم اللي هي الحلوه ديت. على فكره ممكن تصادف كمان اي لاعب كوره ماشي هنا بيعمل رياضه. المكان ده خالي جدا من المحلات التجاريه اللي بتبيع ملابس مثلا، سوبر ماركت مفيش، كلها بس كافيهات الحاجات ديت، مطاعم، ولكن مفيش محلات هنا تبيع لك ملابس اي حاجه تانية. ومفيش برضو بنوك هنا، في مستشفيات قريبة من هنا طبعا أكيد، ولكن الحاجات اللي بتعمل أنشطة كبيرة تروح تتسوق منها مثلا تشتري منها حاجات فما مش موجودة هنا. فأقرب سوبر ماركت من المكان اللي احنا موجودين فيه ده بعيد حوالي 2 كيلو أو 3 كيلو. وكمان أقل فيلا هنا عشان خاطر تشتريها طبعا هم كلهم ملك لشركات تانية، فأسعارهم هنا في بيعدي المليون يورو في المليون يورو. ولكن اللي هي دايما هتلاقيها على وش البحيرة كده، تلاقي قدامك البحيرة على طول مطلة، كلهم بيطلوا على البحيرات، ولكن اللي هي بتكون أقرب للبحيرة بتلاقيها أزيد من مليون يورو. هو ده المكان اللي بيتأجر فيه المراكب ديت على شبه العربيات، في الساعة بقى 18 يورو بتقدر تلف البحيرة ديت كلها زي ما أنت عايز. طب يا شباب يكون كده وصلنا نهاية الفيديو. للأسف النهاردة الأحد كل حاجة قافلة، مفيش نشاطات خالص يعني وفعاليات في المدينة زي الأيام العادية. وحبيت أعمل لكم فيديو كده خفيف وبسيط برضو ليكم، يعني إنكم تتفرجوا على أحد الأماكن الغنية اللي موجودة هنا في ألمانيا اللي بيعيش فيها الأغنياء ولاعيبة الكورة بتاعت نادي بروسيا دورتموند. قبل كل حاجة ما تنسوش بقى تدونا اللايك بتاعكم كده ونوصل الفيديو 5000 لايك. بحبكم جدا وأشوفكم في الفيديوهات الجاية.